المداولة حلقة جديدة من قضايا الجنايات بعنوان القتل العمد بالتعذيب وإخفاء الجثة. شوفي حالتك يا دايرة، أنتي عارفة مريضة ما تبقاش دايرة فيها راسك. السيدة راه وارثة معك في الطنط، والحق اللي عندك في البارت ما راه عندها حتى هي. واش ندير لك أنا؟ هذيك كبيرة بروميير إيطاج، مكرفسة على البنت، أنا لمسك. راه معدي عليها. هذيك راه دير شي مصيبة. نلتمس من المجلس الموقر معاقبة المتهمين بأقصى العقوبات. شنو كتقولي حول المنسوب إليك؟ موعدكم مع مداولة مساء الأحد على الأولى.